النوع الثاني من انواع النذر نذر المعصية، وذلك كأن ينذر فعل معصية كشرب الدخان أو سماع الأغاني أو النظر إلى المرأة الأجنبية، أو أن ينذر ترك واجب كأن ينذر أن يترك صلاة الظهر أو أن ينذر أن يترك صيام رمضان، فهذا نذر معصية. فإذا نذر نذر معصية فلا يجوز الوفاء به لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهل تجب عليه كفارة؟ قولان لأهل العلم. قال بعض العلماء: لا تجب عليه الكفارة، وذلك لأن عدم وجوب الكفارة يدعوه إلى أن يدع هذا النذر، فإذا ألزم بالكفارة دعته نفسه إلى أن لا يدع هذا النذر المحرم. والقول الآخر أنه يجب عليه أن يكفر، والمراد من الكفارة في النذر كفارة اليمين المذكورة في كتاب الله عز وجل، وذلك بأن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، هذا على التخير. فإذا لم يجد واحدة من هذه الخصال فإنه يعدل إلى صيام 3 أيام متتابعات. القول الثاني أنه تجب عليه الكفارة، وذلك لأن نذره منعقد، إذ قال عليه الصلاة والسلام: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولم يقل: ومن نذر أن يعصي الله فلا نذر له. ومما يدل على وجوب الكفارة قوله عليه الصلاة والسلام كما في السنن قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين.